بتحلم بشقة العمر وكنت خايف من ارتفاع الأسعار وعلى تحويشة العمر؟ دلوقتي ما تقلقش، الحكومة رجعت تطرح شقق الإسكان بكل أنواعها وفي كل المحافظات، والنهاردة في فرصة مهمة عشانك. شوف يا سيدي، وزارة الإسكان فتحت أخيراً باب التقديم في الطرح التكميلي لشقق الإسكان المتميز وجنة. الطرح الأول اللي أعلنت عنه وزارة الإسكان هو عبارة عن طرح تكميلي ل 480 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر. والطرح ده للعملاء اللي ما حالفهمش الحظ بحجز وحده سكنيه بمشروع جنه بمدينه القاهره الجديده و6 اكتوبر خلال الفتره من 15 يناير 2023 وحتى 16 فبراير 2023. وهتلاقي شروط واسلوب الحجز والمواقع والمساحات والاسعار واسلوب السداد في كراسات الشروط وعلى الموقع الالكتروني لبنك التعمير والاسكان. وكمان طرحت الوزارة مرحلة تكميلية تانية من شقق الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، والطرح ده مخصوص عشان اللي قدم في المشروع وما خدش شقة، وده هيكون بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، والقرعة هتكون على 839 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 57 متر مربع و93 متر مربع. وزي ما قلنا، القرعة الجديدة في الإسكان المتميز هتكون الأولوية فيها لمن لم يحالفهم الحظ بحجز وحدات سكنية بمدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وده خلال الفترة من 17/12/2023 وحتى 11/1/2024، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني. ولو مالكش في المتميز وعاوز حاجة كويسة وعلى قد الإيد، فخلي بالك وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي بتستعد لطرح إعلان جديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين 4، ودخل الأيام اللي جاية في 2024، وده بعد الانتهاء من حصر الأراضي الشاغرة في المدن والمحافظات تمهيدا لطرحها على شركات المقاولات قبل بدء طرحها للمواطنين للحجز. كان معاكم مصطفى إبراهيم من بنكير. بنكير نبض البنوك.